الكيم جونغونية مصطلح ارتبط بأيديولوجية ما أصبحت شائعة في كوريا الشمالية مؤخراً. قد يبدو ما قلناه غريباً بعض الشيء، أليس كذلك؟ شاهد الفيديو لمعرفة ما يعنيه. الكيم جونغونية هي مصطلح يطلق على الأيديولوجية الجديدة التي يفرضها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على بلاده، والمقصود بالأيديولوجية العقائد والأفكار التي تتبناها مجموعة أو دولة ما دون غيرها، وفي هذه الحالة كوريا الشمالية. وبحسب صحيفة التايمز، قد لا تصف أيديولوجية الكيم جونغونية فكرة سياسية بحد ذاتها، بل منهج متبع الغرض منه تعميم فكرة تبجيل الزعيم العظيم بين الشعب. وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه الأيديولوجية، فمنذ تأسيس كوريا الشمالية في أربعينات القرن الماضي عاشت البلاد حقبتين زمنيتين مرتبطتين بأيديولوجيتين، عرفت الأولى بالكيم لو سونغية نسبة إلى كيم إل سونغ الأب المؤسس لكوريا الشمالية، وهو جد الزعيم الحالي. وكان إل سونغ زعيم حرب عصابات ثوري ماركسي، حارب الاحتلال الياباني وطالب بالسلطة، مما تسبب بنفيه إلى الصين، وتلقى بعض التدريب وأصبح ضابطاً في الجيش السوفيتي. وبعد عودته نجح في تأسيس كوريا الشمالية بدعم من الاتحاد السوفيتي، لكنه في فترة السبعينات بدأ بالتخلي عن أجندة السوفييت، وحضر كتابات كارل ماركس وفلاديمير لينين وجوزيف ستالين في محاولة لتأسيس إرثه الخاص والاستقلال عن سياسات الكتلة الشيوعية، وعرف بالقائد العظيم المبجل الذي حكم البلاد طوال 5 عقود، وتبنى فلسفة جوشي التي تشتهر بها كوريا الشمالية، وهي فكر قومي يدعو إلى الاعتماد على الذات. لذلك عرفت تلك الفترة بالكيم لو سونغية. أما الحقبة التي تلتها عرفت بالكيم جونغيلية نسبة إلى كيم جونغ إيل، وهو أبو الزعيم الحالي، وحكم البلاد في منتصف التسعينات بعد وفاة والده المؤسس، ولم يظهر جونغ إيل كثيراً في وسائل الإعلام، وعرف عنه ولعه الشديد بالسينما والطعام والنبيذ، واستعان بمساعدات الصين المالية لإخراج بلاده من الأزمات الاقتصادية التي مرت بها، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي اعتبر الشريك الاقتصادي الأبرز لكوريا الشمالية، كما حسن علاقة بلاده بجارتها كوريا الجنوبية في سبيل إنعاش اقتصاد بلاده. أما اليوم فتعيش كوريا الشمالية حقبة الكيم جونغونية، ويستخدم هذا المصطلح بالفعل في الدوائر الحكومية في البلاد بحسب صحيفة التايمز، كما يسعى الزعيم الحالي جونغ أون إلى تغييرات غير مسبوقة، مثل استخدام لقب القائد العظيم لنفسه بعد أن كان مقتصراً على جده المؤسس، وأمر جونغ أون بإزالة صور والده وجده من المباني الرسمية لينفصل بذلك عن ظل أسلافه المبجلين، ويؤكد على مؤهلاته وثقته بأنه سيصبح القائد البطل الجديد للبلاد. وتعد هذه الخطوة منافية للعقيدة التي عاشتها كوريا الشمالية منذ نشأتها، حيث ترتبط شرعية الوريث أو الحاكم بتبجيله لأسلافه، وهو الأب والجد المؤسس. ويعكس جونغ أون من خلال فرض هذه التغييرات تصميمه في إنشاء دكتاتورية خاصة به، فشدد قبضته على البلاد وزاد من عزلتها بسبب طموحاته النووية. ويطمح جونغ أون لطمس حقبات أسلافه عن طريق الكيم جونغونية. برأيكم هل سينجح في ذلك؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل لنا فولو، لايك وسبسكرايب.